هي اللي كانت تمد لي زيكستري. قول لهم عالجوا مشاكلكم، صفيوا المناضلين كما رانا احنا اليوم في جبهة حل وطني نعمل من اجل تطهير صفوفنا. الناس اللي يقولوا افلان ارحل، انا نقول لهم قولوا معنا بصوت مرتفع، الموسخين يرحلوا، ولاد الحركه يرحلوا، الناس اللي يشوهوا جبهة حل وطني يرحلوا. وهذه المهمه اللي من اجلها انا قبلت العوده الى الواجهه، وانا كنت معارض للخط نتاع القياده السابقه اللي شوهت جبهة حل وطني واللي ابتعدت عن الخط نتاع جبهة حل وطني، وكنا نددنا وكنا تنبأنا بان مصيرنا هو هذا.